أعمال أنزلم كيفا ضخمة ومحيرة. مناظر طبيعية من الرصاص تتساءل عن أصول البشرية. رمزية الفنان مميزة، وقد عثر على أسلوبه الفني في وقت مبكر وبقي وفيا له. السفن تحت رحمة القوى المدمرة التي تقذف النيران. الفنان بنظرته التأملية يعبر الحدود ويستشرف المستقبل. نحن البشر بحاجة دائما إلى حدود معينة، وإذا لم نفعل ذلك فإن هذه الحدود ستتسع أكثر فأكثر. العلاقة بين الأرض والكون هي موضوع لوحات النجوم لأنزلم كيفا. الفكرة هي أن كل كائن على الأرض يشبه نجمه في السماء. الطبيعة والدين والأسطورة هي موضع أعمال أنزلم. يعرض متحف بوردا في بادن بادن 33 عملاً للفنان أنجزت خلال 3 عقود. للمرة الأولى في ألمانيا يعرض عمل بعنوان الهلال الخصيب، عمل يرمز إلى برج بابل الذي انهار بسبب بلبلة لغة بنائية. بلاد ما بين النهرين تفتن الفنان بشكل خاص، ففيها اخترعت الكتابة وتعتبر مهد الحضارة، وهي تعاني الآن الحرب والدمار. منطقة الهلال الخصيب أفضل مثال على الكيفية التي يتم فيها تدمير شيء وإعادة بنائه من جديد، والنهاية هنا لا تعني نهاية مطلقة بل بداية شيء جديد. طائرة مصنوعة من الرصاص ثقيلة لدرجة أنها لا تستطيع الطيران أبدا. إلى جانبها بذور عباد الشمس التي يمكن أن تنبت حياة جديدة. أنزل كيفا يمارس الإثارة عبر التناقضات. أعتقد أن بعض المواد تتمتع بقدرة روحية هائلة، وقد اكتشفت ذلك في مادة الرصاص عندما رأيت أنبوب الصرف الصحي المصنوعة من الرصاص لأول مرة في منزل قديم قمت بترميمه، وأردت أن أعرف شيئا عن تاريخه وخواصه، فتعرفت على ذلك لاحقا. في معرض عام 2011 نراه يشكك في مشهد الجبال الرومانسية، فما الذي سيحصل لو أزيلت جبال الألب؟ وهل يمكن بعد ذلك مشاهدة البحر المتوسط دون عوائق؟ في مخيلة أنزلم كيفا ثمة ألغاز أخرى كثيرة. لدي الكثير من الصور من فترة السبعينيات والتي تنتظر أن تنجز ذات يوم. مشاهدة ستدفع إلى التأمل كما تفعل أعمال أنزلم كيفا الآن في بادن بادن.